السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. في هذا الفيديو نحكي على جدل كبير صاير على خلفية تطبيق المرسوم 54 على صحفي يخدم في موقع بيزنس نيوز، أو هو مدير موقع بيزنس نيوز، كتب مقالة على رئيسة الحكومة. الأوساط الصحفية يقولوا بأنه مقالة عادية تحليلية، ما فيهش يعني لا ثلب ولا سب ولا شتم ولا تطاول ولا حتى شيء، هي مقالة تحليلية تنجم تكون نقدت يعني رئيسة الحكومة وأداء الحكومة، ولكن ما فيهش يعني أمور خارجة على السيطرة ولا فيها معلومات زائفة ولا كل. المهم التتبع قامت به وزيرة العدل، ومعناها تم إعلام الصحفي هذايا بأنه فما تحقيقات يعني ضده. في هذا الخصوص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في حالة استنفار كبير، وادعت البارح وزيرة العدل ليلى الجفال إلى سحب فورا إلى السحب الفوري للشكاية اللي قدمتها ضد الصحفي ومدير موقع بيزنس نيوز نزار بهلول، وتعتبر إنها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام. تقول النقابة في بيان هبطته البارح بأنه حالة نزار بهلول أو تمت إحالة نزار بهلول بتهم متصلة بالمرسوم 54، هي الأولى اللي تسجلها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ صدور هذا المرسوم يوم 13 سبتمبر 2022. به توضح شوية النقابة شنية الحكاية. تقول بأنه الصحفي وهو مؤسس موقع بيزنس نيوز يواجه تهم تنجم توصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن، وتقول هذا على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة الحكم امتاح. تعتبر النقابة بأنه إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 سيء الذكر حسب نص البيان اللي قالته النقابة عوض سحبه، تعتبر هذا ضرب ممنهج لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اللي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي اللي يعيشه المواطن التونسي. النقابة رأت من وجهة نظر متاحة بأنه هذه خطوة تعد تصعيد خطير وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة، ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة. النقابة في هذا الخصوص حثت الصحفيين وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي على التصدي لهذه المحاولة لضرب حرية التعبير والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة الحكومة لتدجين الأعلام في تونس، ودعاتهم لإطلاق حملة وطنية للتصدي للمرسوم 54 سيء الذكر كما جاء في البيان، وللمطالبة بسحبه، كما زاد طالبة النقابة القضاة كحصن أساسي للتصدي لضرب الحرية العامة والفردية إلى عدم اعتماد هذه النصوص المعادية، كما تقول النقابة المعادية للحرية باعتبارهم هما الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، ودعتهم إلى عدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية حسب تعبيرها. هذا موضوع معناها في جدل كبير برشا اليوم، الناس كلها تحكي على هذا الموضوع. أما زاد فما موضوع آخر مهم زيدوا نترقلوا في هذا الفيديو، اللي هو المصنع بتاع الحلفة في ولاية القصرين، مصنع استراتيجي عاد إلى العمل من فترة، ولكن للأسف توقف الإنتاج
بمعمل الحلفة بعد نفاذ المواد الأولية. هذا حسب ما أكدوا الكتب العام للنقابة الأساسية لعمال وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق عادل مغران. عادل مغران يأكد البارح في تصريح المزيك بأنه إنتاج الورق توقف بالشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين بعد استكمال المواد الأولية بإنتاج ما يفوق 1500 طن من الورق. يقول مغرم بأن المؤسسة بانتظار الاعتمادات من أجل توفير المواد الأولية لإعادة إنتاج الورق ولصيانة المعدات وتوفير مادة الصودا لإنتاج عجين الحلفة، ويوضح بأن المؤسسة باش تتمكن من الحصول على موارد مالية تناهز 7 مليون دينار ببيع ما أنتجته من الورق في المدة الفارطة. يقول أنه هذا المبلغ يبقى غير كافي لمجابهة إشكالية المواد الأولية والصيانة الخاصة بالمعدات على حد تعبيره. وفي الحوار متاعه حكى تقريبا على مجمل المشاكل اللي تمر بهم الشركة وعلى الصعوبات وعلى انه الشركة مرتبطة بالرونتري سكولير وعلى القروض والعملة والشارج معناه اللي على الشركة. دونك موضوع كبير وموضوع مهم. زيد عليهم اليوم يعني نلقاو جملة من الانتقادات موجهة لهيئة الانتخابات من أحزاب سياسية، من شخصيات سياسية، من نشطاء مجتمع مدني، إعلاميين إلى غير ذلك، في وضع الحقيقة صعيب. انتقادات كبيرة في وقت حساس، هذا الوقت هو حساس جدا. يعني احنا صرنا على بعد خطوات من الانتخابات التشريعية القادمة. زيد عليهم الانتقادات خاصة بهالمرسوم عدد 54 اللي شفنا توا البيان متاع النقابة. زيد شفنا عبير موسي هبطت كومينيكي كامل على الصحفي اللي تم يعني استدعاءه ولا باش يتم استنطاقه على خلفية المقال هذا. وتقول عبير موسى بأنه هذا خطر على حرية الصحافة وحرية التعبير والدفاع عليه. شفنا زيدا تبعنا برشا تصريحات، شفنا أحكام صدرت البارح، فما حكم صدر ب4 أشهر سجن على راشد الخياري اللي صدر زيدا البارح. هو استأنف حكم سابق في 3 أشهر استينفو ولا شهري. فما زاد حكم في قضية أخرى اصدر، هو الحكم هذايا فيه 4 شهور يعني سجن، وهو متعلق به جملة من القضايا.